السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. بغينا نضربو لكم مع شي دواره في ديال الطرق السريع، باش ان شاء الله تنكون غنغادر هاد الايام هادي، باش تعرفوا على مدينه طرق السريع. لكن للاسف كتبقى اليوم غدا، اليوم غدا نصور كاين واحد اللقطه، يعني ولا واحد اللحظه على غفله كتسقنا نصور والو. قلنا نصوروا لكم اليوم باش ناخذ شي لقطات من مدينه طرق السريع ونوري نعرفكم على مدينه طرق السريع. والله المستعان. غنمشي حتى الراس ديال الشارع وغادي نرجع باش نوريكم يعني الشوارع ديال مدينة بلقصيري والمدينة ديال بلقصيري. هاد الحي الاخوان اللي كيقول لنا حي المسيره، هذا كيقول له حي بام، عارف حي المسيره، حي بام، حي الليمون والبيطاج، هادو هما اللي كنعرف انا. الا كان شي حي اخرى الله اعلم، لان سبق لي عشت هنا في مدينه بلقصيره مع العائله ديالي تقريبا مده 3 شهور، عارف بعض الله يستر. هاد الرومبو هادي الصغيرة هي اللي غنجيب عليها الدورة وغادي نرجع للمدينة. المدينة بالنسبة للبلقصيري جات المدينة مجموعة صراحة، جات المدينة مجموعة وصغيرة وحتى مواليها صراحة الله عمرها دار، يعني بالنسبة لها محتاج شي حاجة ولا شي واحد اترونجي كيتعاملو معاه، وخا صراحة ما تحش بعض المواقف. صراحة غرباوة معروفين بالتعاون، يعني طلب ما عنديش مشكل، وكاين راك عارف يعني انسان رأيي بلا فيها الطالح والصالح كما تيقولوا، هذا هو اللي كاين. نتمنى الصوت يكون مسموع لان دائما
تسوق معاه. هو مرحبا تسوقوا زيد ها شحال اللي بغيتي؟ ها اللي بغيتي؟ عندي الغالية الريال بزاف. والله حفظ خويا الله ينور. I'm going to be a little bit of a fight.